في إطار حرصها على مشاركة كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قامت وزارة الداخلية بتوزيع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية. كما نظمت وزارة الداخلية احتفالية لنازلات مراكز الإصلاح والتأهيل لتوزيع هدايا العيد على أطفالهن. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات إلى عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف المحافظات، وتم توزيع ملابس العيد وهدايا عليهم في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو ما أشادوا به وأثنوا على اهتمام الوزارة بهم. جابوا النهارده وفرحونا وجابوا لنا الالعاب وهدوم والكحك العيد. النهارده الظباط لعبوا معانا وادونا هديات، وانا مبسوطه ان هم جابوا لنا. قلنا لهم شكرا كلنا وكل سنه طيبين. رده فعلهم بتبقى حلوه جدا، ويعني ابتسامتهم مبسوطين الحمد لله. بنشكرهم جدا على تواجدهم معانا، وبنشكر كل الظباط اللي بيجوا دايما بيساندونا في اي مناسبه، وجودهم معانا اكيد بيبسطنا وبيمسط الولاد. احنا دايما وزاره الداخليه بتدعمنا ودايما بيجوا لنا في المناسبات، ويعني لدرجه ان في عدد كبير من الاطفال على اختلاط بيهم وعارفينهم. كما تم اصطحاب عدد من الاطفال من دور رعايه الايتام لشراء ملابس العيد لهم، وهو ما ساهم في رسم الفرحه والبهجه على وجوه الاطفال الذين اشادوا بهذه المبادره من وزاره الداخليه. لا تخلو المنظومة العقابية الحديثة من مبادرات إنسانية تسهم في إعادة تأهيل نزلاء ونازلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للنازلات الحاضنات، وتم إحضار أطفالهن لزيارتهن وقضاء وقت معهن لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بين النازلات وأطفالهن. اللي حصل النهاردة يوم جميل جداً، الأطفال جم معنا من أول اليوم واختاروا الهدايا بتاعتهم، اختاروا لبس العيد بتاعهم، وبشكر سياده الرئيس وبشكر وزاره الداخليه. كتر الف خيرهم على اللي هم عاملينه معانا هنا. جابوا لنا الاطفال يفطروا معانا ويباتوا معانا، باتوا في حضننا. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بينيم ابني في حضني. شهدت الاحتفاليه توزيع هدايا وملابس العيد على اطفال النازلات، وهو ما جاء بمردود ايجابي عليهن وعلى الاطفال، وساهم في رسم البهجه والفرحه على وجوه الجميع. جايبين لهم هدايا وجايبين لهم لبس عيدهم. بشكر الرئيس جدا قوي على اللي هو بيعمله معانا بصراحه علينا ولعيالنا. هكذا تسعى المنظومه العقابيه الحديثه نحو تاهيل واصلاح نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل وفقا لنظم الاصلاح الحديثه مع مراعاه الابعاد الانسانيه والاجتماعيه. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.